أقوى خمس قوات جوية عربية. نشر موقع جلوبال فاير باور العالمي المهتم بالقوة العسكرية لنحو 137 دولة حول العالم تقريرا عن ترتيب القوات الجوية في الدول العربية حتى عام 2020، وتصدرت القوات الجوية المصرية ترتيب أقوى خمس قوات جوية عربيا، في حين حلت التاسعة عالميا. وشملت قائمة الخمسة الأقوى السعودية والجزائر والإمارات وسوريا. وجاءت القوات الجوية المصرية في صدارة ترتيب الدول العربية التي حلت في الترتيب التاسع عالميا من بين 137 دولة، حيث بلغ إجمالي عدد القطع العسكرية 1092 قطعة متقدمة على دول صاحبة جيوش كبيرة مثل بريطانيا وألمانيا وإيطاليا. تطوير القوات الجوية استراتيجية سعودية لمواجهة التحديات. وبلغ عدد الطائرات المقاتلة 211 طائرة متنوعة مثل F-16 ورافال وميراج، بالإضافة إلى 341 طائرة هجومية مثل سوخوي وQ-5، كما بلغ عدد طائرات نقل الجنود والمعدات 59 طائرة. وتصدر رصيد القوات الجوية المصرية من حيث عدد الطائرات الخاصة بالتدريب بنحو 388 طائرة، واحتلت به المركز الرابع عالميا من حيث عدد طائرات التدريب. كما كشف التقرير امتلاك مصر 293 طائرة هليكوبتر، فيما بلغ عدد الطائرات الهجومية بها نحو 46 طائرة، وحلت القوات الجوية الملكية السعودية في المركز الثاني عربيا والثاني عشر عالميا بعدد قطع عسكرية بلغ نحو 848 قطعة، تضمنت 244 طائرة مقاتلة، جعلتها في الترتيب الثاني عشر عالميا من بين 137 دولة من حيث عدد المقاتلات. كما بلغ عدد الطائرات الهجومية نحو 325 طائرة، وضعتها في الترتيب الأول عربيا والتاسع عالميا من حيث عدد الطائرات الهجومية. وتمتلك أيضا القوات الجوية الملكية 49 طائرة نقل، بالإضافة إلى 209 طائرات تدريب و254 طائرة هليكوبتر. بلغ عدد الطائرات الهجومية منها 34 طائرة. أما القوات الجوية الجزائرية فجاءت في المركز الثالث عربيا والواحد والعشرين عالميا بإجمالي عدد قطع عسكرية بلغ 551 قطعة، من بينها 103 طائرات مقاتلة و113 طائرة هجومية و58 طائرة نقل. وتمتلك الجزائر أيضا 87 طائرة تدريب، بالإضافة إلى 284 هليكوبتر، بلغ عدد الطائرات الهجومية منها 46 طائرة، جعلتها في المركز الخامس عشر عالميا من حيث عدد الهليكوبتر الهجومية. وفي المركز الرابع عربيا حل سلاح الجو الإماراتي، كما احتل المركز الثاني والعشرين عالميا من بين 137 دولة متقدما على دول مثل إسبانيا وإيران وأستراليا وكندا. وبلغ إجمالي عدد القطع العسكرية التي تمتلكها دولة الإمارات 541، تضمنت 98 طائرة مقاتلة و128 طائرة هجومية. وبلغ عدد طائرات النقل في القوات الجوية الإماراتية 38 طائرة، بالإضافة إلى 146 طائرة تدريب و225 طائرة هليكوبتر، من بينها 30 هليكوبتر هجومية. وجاءت سوريا في المركز الخامس عربيا والتاسع والعشرين عالميا بعدد قطع عسكرية بلغ 459 قطعة، وبلغ عدد الطائرات المقاتلة نحو 200 طائرة، بالإضافة إلى 133 طائرة هجومية وأربع طائرات نقل معدات وأفراد. وتضم القوات الجوية السورية 67 طائرة تدريب و166 طائرة هليكوبتر، متضمنة 28 هليكوبتر هجومية.